هرجع مع حضراتكم مرة تانية. يوم الخميس كان فيه تكريم مهم للأولمبياد الخاص، كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة دولية. هذه الجائزة بتمنح للملوك والرؤساء اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيهتموا بذوي الاحتياجات الخاصة، بذوي الهمم، اللي بيساعدوا هؤلاء، اللي بيقفوا معهم. الرئيس من 2014 لحد النهاردة اهتمام خاص بأولادنا وحبايبنا كلهم. هذه جائزة، أول رئيس في الشرق الأوسط ياخد هذه الجائزة، الجائزة الدولية. طبعا هم الجائزة الدولية لهذا الأولمبياد الدولي أو الخاص بتلك الجوائز بيمثل العالم، يعني القارات المختلفة من إفريقيا، من أوروبا، من أمريكتين، من آسيا، بيشوفوا مين في هذه المنطقة اهتم اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة. فطبعا استعرضوا الـ كل واحد في كل مسؤول، كل رئيس ملك في هذه المنطقة عمل ايه. فلقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 لحد كان مفترض هذه الجائزة تسلم الى الرئيس في عام 2020، ولكن نتيجة لكورونا تم تأجيلها الى بعد كورونا او لهذه المرحلة اللي احنا فيها. طبعا وجدوا ان الرئيس يعني اهتمام كبير جدا بذوي الاحتياجات الخاصة. جاء وفد من رؤساء اقاليم العالمية، سبع اقاليم حول العالم، جم ممثلين اللي قدام حضراتكم سلموا السيد الرئيس هذه الجائزة، وهي جائزة دولية خاصة بالأولمبياد الخاصة الدولي، وتعد واحدة من أرفع الجوائز اللي بيتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصل على هذه الجائزة التي تسلمها يوم الخميس الماضي. وطبعا الرئيس عمل أعمال كبيرة جدا خاصة برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات، أيضا عمل مؤتمر قادرون باختلاف، منتديات للشباب. دايما الرئيس ساعد وذلل صعوبات كبيرة جدا أمام هذه الفئة من ولادنا، زي ما بنطق عليه حاليا العصر الذهبي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما بقول كده، الرئيس من بداية عندما تولى المسؤولية أولى هذه الفئة اهتمام كبير جدا. ما في مناسبة إلا وهم موجودين، ما في احتفالية إلا وهم موجودين، ما في أي شيء، يعني أي عمل لهم مؤتمر خاص، نجد مؤتمرات الشباب يبقوا موجودين، يعملون مؤتمر خاص بيهم، احتفالات للمرأة يبقوا موجودين، يوم المرأة موجودين، يومهم يبقوا موجودين فيه، وبالتالي رعاية كبيرة جدا، ممثلين أيضا في البرلمان، وبالتالي نقدر نقول هناك اهتمام ودعم كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، وهو الدعم اللي زي ما بقول كده بيحظى حاليا بتكريم دولي يحظى به السيد الرئيس، تقديرا لدور الرئيس ورعايته لذوي الهمم، وأيضا اهتمامه، وبيشارك الرئيس في كل المناسبات الخاصة بهم. يحظى الرئيس الآن بهذا التكريم الكبير من بهذه الجائزة الأولمبياد الخاص بحضور الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مع ممثلي السبع أقاليم حول العالم أو السبع قارات أو الخمس قارات تحديدا موجودين في هذا التكريم الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع هذا التقرير عشان نعرف أهمية هذه الجائزة وأهمية ما يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة الغالية علينا والعزيزة على شعب مصر العظيم. نتابع.